الدين هو فيلم كيحكي قصه واحد الشابه كانت كتبغي واحد الشاب وكيتزوج، وملي كتكون في هذاك كتحضر العرس ديالو كتحس براسها اليز شي حاجه ماشي هي هذيك، تهز لا فواطور ديالها وكتمشي للدار ديال جده بن سليمان. دونك اون فوا كتدخل 4 الصباح كتسمع الصرخه ديال نادين، شنو وقع ما عرفنا شنو وقع، كيجيو البوليس كيديروا لي زونكيت غتكتشفوا الاحداث شنو وقع معنا ملي تفرجوا الفيلم ان شاء الله. انا مولوع بالسينما الامريكيه بلي بولار بلي دافيد فينشر، مولوع بالسينما الامريكيه بالزيماج الامريكيين، كنحاولت انني ندير فيلم مغربي يعني بطابع مغربي بستيل بسوجي مغربي ولكن بستيل امريكي، يعني كانوا تقنيات جديده ستيل يعني غير لانسبيراسيون، طريقه التصوير دي سيكونس طوار خدينا دي بلون سيكونس بزاف، طريقه لوميير اكزاكتومون طريقه لوميير لي كاميرا لي كادر وهذا، وحتى في التمثيل نبدل شويه الطريقه غتكتشفوها معنا في الفيلم نادين. اما الموضوع وهذا موضوع مغربي 100% كيهضر على بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه الثقافيه، وموضوع السحر والشعوذه غتكتشفوا معنا في الفيلم علاش درنا هذا السوجي هذا. اختيار الابطال كنا خدينا وقت طويل باش نختاروا الابطال ديالنا، حاولنا ان نديروا لافيش ديالنا تكون تري ديفيرون، يعني كتشوف فيلم مختلف، يعني كتشوف فيلم مغربي ولكن مختلف في طريقه الاوجه اكزاكتومون. كان مزج ما بين ممثلين قدامى كمحمد المهيوال جواد السايح مع لا جون جينيراسيون ربيع السقلي فاطمه الزهراء بلدي، وكانوا معنا ممثلين غتكتشفوا معنا حنا حطيناهم في هذا الفيلم ترينا بهم وكل شيء، سي دي جون طالون. كاين معنا ساره خداد، غزلان شريكان، بشعيب العمراني تبارك الله كيدير له تياتر، غتشوفوا واحد الشخصيه اللي ديال واحد الدجال مختلفه، عطيتو دي سيكونس ديال دو جوكر، قلت ليه بغيت جوكر مغربي، ومسكين بقى كيريبيتي كيصيفط لي دي سيكونس كنشوفوها حنا كاملين منتج خداد وانا ولا، واقتنعنا واختارينا الادوار، يعني كانت صعوبه كثيره، خدينا وقت طويل باش نختاروا الممثلين ديالنا. الدور ديالي والدور ديال واحد الفتاه كتكون حاضره للعرس ديال مومبغ ديال لا فامي، ومن بعد كتختبي بظروف غامضه ما كنعرفوش شنو وقع. دونك كيجيو جوج ديال المحققين اللي كيجيو يقلبوا باش يعرفوا شنو وقع هذيك الليله، علاش اختفت نادين، وسورتو واش باقا على قيد الحياه ولا لا. فكره جاتني زوينه حيت تعرضوا عليا ادوار من قبل ايتو، ولكن هذه اول مره اللي كيجيني دور اللي اقتنعت به ولقيت راسي فيه، وقلت علاش لا ملونسي بوغ ان رول اللي هو بطولي في فيلم مغربي. سي با ميلونج، سي جوست اون بريباراسيون كديرها قبل من الفيلم، اون بون بريباراسيون اون بون فيلم. مي بون، انا حاولت قبل الانتاج قبل ما نبدا في الدور ديالي، كنت حاولت نسالي الانتاج ونوجد لا برودكسيون قبل، يعني اون طونك بيدجي بزاف د الحويجات. الحمد لله حاولت نسالي يعني لا بريباراسيون ديال لا برودكسيون قبل واحد 6 مو، من بعد تفرغت للدور ديالي بقيت كنرابيتي لي ريبيتيسيون، نقرا لو سيناريو، نقرا كل شيء. النهار بدات اكسيون في البلاطو ما بقيتش منتج، وليت ممثل، يعني الانتاج كان الديريكتور دو برودكسيون، كان ريجيسور، كانوا الناس ديال ليكيب تكنيك اللي كانت كتكلف هادشي. هو الدور بعيد عليا انا كشخصيه صراحه، انا حتى علاقه، واحد الدور ديال واحد المحقق مغربي اللي غنهضروا ليه على الحياه الشخصيه والمهنيه ديالو، كيفاش كيضحي بحياته من اجل الوطن، من اجل الخدمه ديالو، في سبيل انه يحل الجريمه، يحل يعني المسارح الجريمه يحلهم، وكيفاش كياخذ لي بيس، كيفاش كيعيش مع عائلته، كيفاش كي امباكتي ليه الحياه العمليه مع الحياه الشخصيه ديالو. هادشي كامل غنطرقوا ان شاء الله ملي غتشوفوا لو فيلم. انا ما لقيتش صعوبات يعني ما فوالا، ولكن حنا حاولنا، حيت حنا اون بريباراسيون ديال واحد العام قبل، حاولنا نديروا ابحاث مع بوليس مع بزاف الناس باش نقدروا نحطوا الدور كيف ما كاين. الدور ديالي هو دافيد شرطه، كنجسدوا في الفيلم هذا مع العرض ما قبل الاول، ان شاء الله ينال الاعجاب ديال الجمهور الكريم. الدور ديالي كمحقق في واحد العمليه ديال غتكون في الاختطاف الاول، وديك الساعه الشرطه كتحرك باش تقوم بالواجب ديالها. نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. فكره كان عيط لي المخرج والمنتج، مشيت دوزت سا مارش بيان صافي تفاليديت لعبت. طقوس من عالم اخر. عمي عايز كي دير شي شطيحه نديرو فيه البوز في انستغرام. نشوفو لي الدريات. نشوفوك الدريات. مشات. يلا يلا. معشوقة عاشق من عالم الجنون. يا ترى من يكون؟
لدين 28 سنة، اختفت يوم 10 شتنبير 2010. شرف ناصر من أذكر المحققين اللي عرفت حياتي المهنية. مع 44 دقيقة سمعت الصرخة ديال النادي. مولات الجبال ديما كتخرج بالليل حتى صخرة النملة، شعرها كحل ولابسة كسوة بيضاء. ضربة بولا ما بوكا مش خرجي شي الشاب الدار مسكون. إلى جميع الوحدات المرجو إلى مراقبة الجنة خارج المدينة. الدباح كان يعاني من شتى أمراض نفسية. طلاسيم. كان يوهم الناس أنه راقي. أصلا ما كانش ما غاتش ليا حيتاش كتشوف تروحها. كاين شي حاجة تكون ماشي عاد باكم يزيد لي اللي بغا. كاين مشكل. كم لا لا.